لاباس بخير؟ لاباس بخير. الله يبارك فيك. صاحبي ما جاش؟ لاباس. علاه زيد ليا شويه حياة؟ زاد صاحبتك. اه مرحبا مرحبا. جيزه. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. اليوم جينا للسوق نشوفوا الأثمنة ديال الخضر اللحوم الدجاج وحتى الحوت شحال داير. جينا لقينا أكبر دجاجة في السوق ديال حي حسن، الاسم ديالها هي مارادونا كما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في. انتوما الشكل ديالها كي داير كبيره تبارك الله. الثمن ديالها 20 درهم للكيلو. ثم مشاهدي قناة شوف تي في الشكل ديالها كي داير. يعني راه اكبر دجاجه هادي، كاين دجاج صغير هذا هو كان اللي كنعرفوه الرومي، وهذا دجاجه ديزيه مارادونا. دابا نخليكم مع مول الدجاج هو اللي غي يحاول يوصل لنا المعلومات بزاف على هاد الدجاج. مره مرحبا. السلام عليكم. الله بخير الحمد لله. الله يبارك فيك. تكلم لنا شويه على الدجاج مارادونا. معروف مارادونا، كاين ديك مارادونا 870، كاين ديك مارادونا الدجاجه ديالي. هذا ديك مارادونا، هذا هو مارادونا. هو شنو من اش من فصيله هذا؟ مختلف على الدجاج الاخر. هذا الفاصيله ديالو كروازي سيدي، اصله هو كروازي مش رومي. كل ما ديك الرومي كاين ديك كروازي. دابا هذا عنده عام وست شهور. عام وست شهور. شحال كتكون فيه من كيلو؟ كتكون فيه من بداه من 5 حتى 8 كيلو. 8 كيلو. 8 كيلو. إذا كنشوفوا الثمن ديالو مرتاح. هو يعني حاجة مزيانة هو. كاليت. 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 أنواع اللي كاينين عندك هنايا في المحل؟ أنواع عندي ديك مارادونا، عندي الرومي، عندي الطوسي، عندي الكروازي، عندي البلدي، عندي الفيومي، عندي المصري. المصري تو عندي. شحال الثمن ديالو؟ المصري ما المصري. المصري مخزون ما خصوش تشري، خصك تجيب بها من المصري. علاش؟ ما كي كضربوا العين المصري. ما كضربوا العين. شي حاجه زوينه. بالنسبه للرومي شحال كنشوفوا عليه اقبال كبير رومي مؤخرا، خلال الاقبال عليه. لا كاين اقبال عليه. كيتهز الرومي. واش دير السوق؟ ودابا شحال كيحطوا؟ راه كيحطوا 16 درهم، حطوا 16 درهم وكيباعوا 18 2 دراهم. يعني فيها بزاف الحوايج ديك 2 دراهم، فيها الماح، كاين اللي كاري، كاين اللي ولي راه كاين داني. عاوتاني واحد الكلمه خذها عندي دابا، كاين اللي كيحط دجاج 16 درهم وكيباعوا ب 15 درهم وحاطوا 16. شوفوار شوفوار كيحط لك دجاجة في الميزان كيقول لك 1000 ريال 900 ما فيهاش 2 كيلو. أنا إلا جيت تحسب معاه 300 راه 2 كيلو ب 600 وكيقول لك 1000 ريال. كتزاد عليك 1000 ريال. هو هو كامل كتزاد لك 20 درهم. يعني بحال هكا باعوا ب 20 درهم. وبحال اللي باعوا ب 25 درهم الكيلو. 25 درهم. 25 درهم. دوبل ديالك. علاش هاد النوع هذا تسمى بمارادونا؟ هاد مارادونا هذا مارادونا يعني هذا الفرو جيل الدجاجه، الدجاجه اللي كتغيب. علاش وقفوه بمارادونا؟ ما راح نركبيه، نركبيه غلاد. بحال مارادونا. مارادونا تا هو كما قلت لي هذا. تبارك الله كنشكرك. والكروازي شحال الثمن ديال الكروازي؟ الكروازي يدير 13 درهم، أو سيدي راه 15. الكروازي وصل 13 درهم.
كاين كتبع الوقت. لا داك بوحدو هذاك ما كنجيبوش حنا للمحل هذاك. لا هذاك ريفولي حنا كنردوه، هما كيجيبوه كيعاودو يبيعوه هما للبياسة، فهمتيني. شحال من عام تشافات؟ انا راه مع التسعينات. التسعينات شحال بعتو الدجاج في الكويت؟ وقتنا حنا راه الدجاج تباع بيه خاص الخاص شحال بانها ب 8 درهم ونص. 8 درهم 8 درهم وني في كورونا. كورونا وصلت للثمن؟ ها؟ عمرو وصل للثمن؟ لا ما عمرو ترجع للثمن، حيت كان كيموت ليهم هما الدجاج، وكان كيموت عاوتاني ما بقاش كنبقاش فيه الهزان بزاف الحوايج. الناس كانت خايفة، الناس مابقاش كتشارجي السلعة ولا كيحبسوهم، كي يجيب السلعة كيمشي يجيب السلعة كيحبسوها في الطريق كيرجع، سير رجع السلعة من جديها. ما حال كنخدم هنا كانوا كنخدموها حتى للجوج، واحد ونص ديال النهار تفوت الواحد يجي يسدو ليك. وشوف عندنا شي توصية كاينة حتى من التوصية. التوصية دايره 15 درهم. التوصية هي هذيك راه شتي ورا الناس ديال التوصية. واحد تعطيني واحد دقيقة من الوقت. دقيقة سير 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 كما كتشوفوا التوصية هي الشكل ديالها كبير،